عبد الحارثي واللي عودته أيضا لنا. ها الله الله الله، هو الرسام، هو الرسام، هو من يرسم، هو من يقدم، هو من يسجل، هو من يهدد، هو من يفك الشفرة. الآن يسجل الرسام في هذه اللحظات ليتقدم الإمارات الآن بهدف مقابل لا شيء، لكن الله على الاستلام. والله يعني قبل شوي كنت أتكلم عن حامد الحارثي إعلامينا المميز ومذيعنا الرائع مع الكباتن هناك في الاستديو التحليلي، عندما سأل الكابتن عبد الباسط وقال له شو عن إنيستا، قال له ما راح أتكلم، قال له ما راح أتكلم. عبد الباسط قال له حامد الحارثي ما راح أتكلم عن إنيستا، لكن إنيستا هو يتكلم عن نفسه، هو يتكلم عن نفسه. الله 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 على استلامه. شوف شوف يا جماعة، يا جماعة ترى مش أي واحد يستلم. افرح يا زنقة وابسط يا زنقة يا جماعة الخير. أبو ناموس يلعب كرة عالية وأمامية تبدو خطرة. الله، عاد السماوي الآن عن طريق سهيل النوبي، عاد بن ياس عن طريق سهيل النوبي بالفعل. كرة عرضية جميلة ومن خلف المدافعين يتسلل إليها سهيل النوبي ويسجل هدف التعادل. عاد بن ياس، هذا ما ينقص بن ياس في الشوط الأول هو إنهاء الهجمة الآن، لكن اللمسة جميلة، اللمسة جميلة بالفعل، والهدف جميل يضع النوبي في المرمى يسجل هدف التعادل. نياكاتي مرتدة، مرتدة، أوه هذه جول، هذه جول، هذه جول، هذه جول. نياكاتي جول، جول، قلب الطاولة بن ياس. خطأ كبير من دفاع الإمارات، الكل متقدم للأمام ويوسف نياكاتي يضيف هدفه السادس الآن. التغيير الناجح، التغيير الناجح لبن ياس. لاحظ الكرة من وين قطعت، النوبي لعبها ليوسف نياكاتي، وأنا من هني قلت لكم هذه جول، من هني قلت لكم هذه جول. ما يصير ما يصير ما يصير، لاعبين. نياكاتي تخلص ويسجل الهدف الثاني الآن لمصلحة فريق نادي بن ياس، ليقلب الطاولة الآن بن ياس على الإمارات بهدفين لهدف واحد، هدفين لهدف واحد. تقدم مستحق، نعم تقدم مستحق لبن ياس. تغيير ناجح داركو.